عن زيزو، يعني زيزو خلاص هو حاجز المكان ده، فبالتالي مش هيقدر ان هو يستغنى عنه. انما زي ما انت بتقول، الحكم صعب، واعتقد ان زيزو مصاب الماتش الجاي، ممكن ما يلعبش، يلعب يعني نشوف بقى مشلاك في هل مكانه. هيقوم بالظبط في مكانه، هل هيشتغل بشكل كويس ولا لا، ده خلال هنشوفه خلال الفترات اللي جايه. دكتور، ان احنا قلنا ان كولر ما عانتش، وبالتالي حصل تغييرتين في النادي الاهلي، خالد عبد الفتاح وهو مش في مركزه الاساسي، وقفشه لما نزل. هل قفشه كان ليه دور في ان النادي الاهلي فاقد السيطره، وهو قدر يقوم بدور ان هو يتحكم في رتم الاداء؟ دي حقيقة، دي أكبر مميزة أصلا في قفشة، فكرة التحكم في رتم اللقاء. في لقاء فرقة زي السيراميكا كليوباترا هتبقى ماسكة عليك الكورة، لكن زي ما بقول لك في اللحظة اللي أنت تمسك فيها الكورة ما أنتش محتاج لاعب يفقد الكورة بسهولة. كوكا لعيب كويس جدا على فكرة، أكيد أكيد والمستقبل أكيد قدامه كبير جدا. يعني مش فكرة إن أنت في ماتش أنت بتلعب لقاء، عمل لقاء السوبر المصري ضد الزمالك على أحسن من كان من أفضل اللاعبين، صحيح لقاء العين كان من أفضل اللاعبين، فطبيعي عادي إن ممكن 45 دقيقة يقعوا منك. يعني كان هو أعتقد إن كوكا كان من ضمن الثغرات اللي طلعت يوسف أيمن بشكل مش كويس. يعني فكرة إن وسط الأهلي كان بيحصل عليه التحولات دي من ضمن الناس اللي ساهمت. هتفق معاك، لان دايما اللي بيداي عيوب نص ملعب المدافعين هم انت اضرب نص الملعب اللي موجودين قدام. معانا ليجند طبعا في نص اكيد الملعب اكيد، كان يعني انا ماشي. حتى لسه هروح لامين، لان انا هساله سؤال في القصه دي، هل غياب دونجا اثر؟ بس لما اجي لك في السؤال مش ده، شوية لان فعلا ظهور الاثنين النهارده، مروان عطيه مش كوكا بس، حتى مروان عطيه بالظبط، الشوط الاولاني والاثنين هم بينوا مشاكل الدفاع بتاعتهم دي. لان اللعيبه دي برضو خلي بالك انت بتلعب 120 دقيقه ضد الزمالك بالحده والقوه دي في الالتحامات، على فكره بتسيب اثر بدني، وخصوصا انت العين بقى انت دوست على نفسك وجبت، وده اللي اثر كمان على زمالك في البنك الاهلي. اللعيبه مثلا انت بتلعب ضد بيراميدز لقاء قوي جدا، ضد الاهلي لقاء قوي جدا، ما تقدرش مفيش لعيب بيقدر يحافظ على الريتم العالي ده في ثلاث اربع مباريات ورا بعض على طول، لازم في حاجه هتقع منك. مثلا الزمالك لو تبص هتلاقي عمر جابر وبنتايج كانوا مرهقين جدا، مفيش واحد فيهم كان في مستواه، اي الظاهرين الناس اللي هي بتلعب الجيم البدني القوي اللي بالضبط بيكمل الالتحامات ده. فانا قصدي كوكا ومروان طبيعي جدا ان مباراه زي دي تحس ان هم ممكن يقعوا شويه، وعشان كده التدوير اتعمل في المباريات اللي زي دي. اي يمكن كولر ما دورش لان احنا لسه في بدايه موسم ولقاء سيراميكا كان صعب، وده منطقي، بس دور اثناء اللقاء اللي هو عمل تغييراته. قفشه نازل مركز جدا، وقفشه ما بينزل عموما عنده قدره على تناقل الكره بشكل مميز جدا، فخلى بقى سيراميكا الفرقه اللي هي بتجيد والكره معاها بس عندها مشاكل والكره مش معاها، لا الكره هتبقى في رجل الاهلي فتره طويله، الاهلي مش هياخد الكره بسهوله، فتكون ما الاهلي الكره معاه وفي رجله ومطوله، فبدات خطوره خطوط الاهلي بقى تبان، لان امام بقى فوق وسام بقى فوق، حسين الشحات بقى فوق، بقى الاهلي بيستلم في المناطق اللي هو عايزها. مين اللي كان قادر يوصل الرباعي ده للمناطق اللي هو عايزها؟ كان قفشه بيقوم بالدور ده اللي كان مفقود. كوكا في اللقاءات اللي فيها فرق بتلعب جيم قوي شويه، بتبقى محتاج ضغط ومجهود دفاعي، بيبقى مناسب جدا. لقاء زي النهارده كولر كان عايز هو اللي يمسك الكوره، عايز يحرم سيراميكا من الكوره، عشان سيراميكا زي ما قلنا كده فريق جيد جدا بالكوره وفريق سيء جدا بالكوره، لا انا هخلي الكوره معايا انا عن طريق ان انا هدورها عن طريق قفشه، وقفشه عمل اللينك اب ده بطريقه هايله جدا. يعني صحيح ودي من مميزاته ومن مزايا عمق سكواد الاهلي التنوع. ما هو خلي بالك برضو انت لما يبقى عندك لعيبه شبه بعض شويه بتخلي هتشيل حد وتنزل حد بنفس الخصائص ممكن ما يعملش الفارق، صح بس فكره لما يبقى عندك خط وسط، يعني دي اعتقد حتى كابتن احمد خط وسط اللي كان موجود في الجيل بتاع حسن شحاته كان عنده الحته دي، اللي هو احمد حسن مش شبه حسني عبد ربه، لعيبه قويه صحيح كلهم لعيبه قويه، بس كل واحد فيهم ليه ليه اللمسه بتاعته. ففي صحيح جيم انت طبعا انت كنت ثابت على طول، بس في جيم كان بيبقى فيه حسني عبد ربه، اي وفي جيم تاني في شوقي، في جيم تاني في حسام غالي، كل واحد فيهم لعيب كرة مش شبه التاني خالص. اكيد اكيد فده كان من دي الاوراق المهمه جدا لاي مدرب، وبيبقى امنيات كل مدرب. كولر صحيح عنده التميز.